السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الأخيرة من قناة السعودية لهذه الليلة. نبدأها بالعناوين. تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد يعلن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات لسبعة مشاريع. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان. في أكبر رقم منذ أكثر من سبعة أشهر، الصحة تسجل أكثر من 900 إصابة بكورونا خلال يوم واحد. والداخلية تعلن غرامة من يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح وغرامة دخول الحرم المكي دون تصريح. بسم الله الرحمن الرحيم. صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة أن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشاريع جديدة يأتيان تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بالعمل على تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة. وقال سمو ولي العهد إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية الإعلان عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي بنيت أو بينت أننا بصفتنا منتجا عالميا رائدا للبترول ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ. واستمرارا لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف سموه أن هذه المناسبة تعبر عن عزمنا على أن نكون رواد في جميع قطاعات الطاقة وسعينا لتحقيق المزيج الأمثل منها وتعزيز كفاءة إنتاجها واستهلاكها، حيث نشهد اليوم إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة. وفي القريب العاجل سيكتمل إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. وتابع سمو ولي العهد قائلا: نشهد اليوم توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من المملكة، وستصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل إلى أكثر من 3600 ميجاوات، كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وقد حقق بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم، حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.4 سنت أمريكي لكل كيلو وات لكل ساعة. وستتبع هذه المشروعات بإذن الله مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في أنحاء العالم سنعلن عنها في حينها. وأكد سموه أن هذه المشروعات وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة التي يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة تمثل عناصر جوهرية في الخطط الرامية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والتي تستهدف أن تصبح حصة كل من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030، ويحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميا تستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى، للوصول إلى المزيج الأمثل والأعلى كفاءة والأقل تكلفة والأكثر إسهاما في حماية البيئة والحفاظ عليها. وتجسد هذه المشروعات جهود المملكة الرامية إلى توطين قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز المحتوى المحلي فيه وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليا، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة بإذن الله مركزا عالميا للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنيتها. واختتم سمو ولي العهد تصريحه بالقول إن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر بالإضافة إلى المشروعات التي نشهد اليوم انطلاقتها تمثل أجزاء جوهرية من دورنا الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالا للجهود التي بذلتها المملكة خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين، والتي نتج عنها تبني المجموعة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي يسهم في تسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وهكذا فإن هذه المشروعات تعزز سجلنا في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تضاف إلى المكانة التي نتمتع بها في مجال الطاقة بشكل عام. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، والذي تبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف. وجرت خلال حفل الافتتاح مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة مع خمسة تحالفات استثمارية مكونة من 12 شركة سعودية ودولية. وتشمل مشروعات الطاقة الكهروضوئية التي أعلن عنها مشروع سدير الذي تبلغ سعته 1500 ميجاوات، ومشروعي القريات والشعيبة اللذين تبلغ سعتيهما 200 ميجاوات و600 ميجاوات، ومشروع جدة بسعة تبلغ 300 ميجاوات، ومشروع رابغ الذي تبلغ سعته 300 ميجاوات، ومشروعي رفحاء والمدينة المنورة والذي تبلغ سعته 20 ميجاوات و50 ميجاوات، ليبلغ إجمالي سعات هذه المشروعات إضافة إلى مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح 3670 ميجاوات. وأكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هذه المشروعات تسجل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة في العالم. وتقع هذه المشروعات في المدينة المنورة، في سدير، قريات، والشعيبة بالمنطقة الغربية، وجدة، ورابغ، ورفحة، ويبلغ إجمالي طاقة هذه المشروعات إضافة إلى مشروع سكاكا ودومة الجندل حوالي 3670 ميجاوات. كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية تقريبا، وستخفض أكثر من 7 مليون طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وقد حقق بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل، وأنا أكرر هنا، تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم، حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء في مشروع الشعيبة بسنت فاصلة صفر 4 سنتي أمريكي لكل كيلو وات في الساعة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء اليمني على أهمية المبادرة التي قدمتها المملكة لإحلال السلام في اليمن، وشدد على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأدواره بممارسة الضغط على الحوثيين لاغتنام هذه المبادرة وعدم تفويت فرصة إنهاء الأزمة. كما أكد الجانبان على أهمية المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية التي جرى إنجازها خلال المدة الماضية وحل أي خلافات عن طريق الحوار. وثمن الدكتور معين عبد الملك الدعم السعودي المعلن مؤخرا بتقديم منحة مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والأثر الإيجابي لهذا الدعم على مختلف المحافظات. أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية باليمن بأن قوات الدفاع الجوي تمكنت ولله الحمد من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان. وأكدت قوات التحالف بأن محاولات الميليشيا الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة تعد جرائم حرب، مضيفة بأن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أطلق مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية حملة تعرف وساهم بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة والمستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. وتأتي الحملة التي تستمر لمدة 55 يوما بهدف جمع التبرعات ومساعدة الفئات المحتاجة حول العالم. هذا وقع المركز خلال تدشين اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لتوجيه المتبرعين للخارج من توجيه تبرعاتهم بآلية موثوقة وآمنة. أكد مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أيمن العقيلي أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال سنوات الحرب تسببت في مقتل أكثر من 8000 مدني بينهم أطفال ونساء وكبار سن، كما أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج وخمسة خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن. وناشد المسؤول اليمني المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام التي تسببت بكارثة إنسانية كبيرة في اليمن. سجلت وزارة الصحة 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 469 حالة تعافي جديدة، حيث لا تزال منطقة الرياض تواصل تسجيل أكبر عدد من الإصابات بين مناطق المملكة، وذلك بعد تسجيلها ل 400 حالة إصابة، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة ثانية أعلى إصابات ب 136 حالة، كما سجلت المنطقة الشرقية ثالث أعلى رقم للإصابات بلغ 155 إصابة. تجاوز عدد اللقاحات المعطاة لفيروس كورونا في المملكة 5,750,000 جرعة عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة. ودعت وزارة الصحة الجميع للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك دون الحصول على تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، كما تقرر مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة بغرامة مالية قدرها 1,000 ريال، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها. وأهاب المصدر المواطنين والمقيمين جميعا بالالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف على تصريح بذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها. مشاهدينا، نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد يعلن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات لسبعة مشاريع. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه جازان. في أكبر رقم منذ أكثر من 7 أشهر، الصحة تسجل أكثر من 900 إصابة بكورونا خلال يوم واحد. والداخلية تعلن غرامة من يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح وغرامة دخول الحرم المكي دون تصريح. وفي الختام، بقي أن نذكركم بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، فالوقاية أمان والقرار بأيدينا. دمتم برعاية الله، وإلى اللقاء.